قاعده موجوده اطلع انزل فيش. احنا عندنا اما في نجم الساطع هتقدر الطياره تخش، يبقى قائد الاسطول قاعد بره في المياه بره وعايز يخش الطياره لازم يستاذن وعن اذنك في، لكن دي دوله هناك بلا دوله. اها لكن انت عندك الحريه التكامل. النهارده حصل فيه متغيرات في اخر السنه اللي فاتت في الانتخابات الامريكيه، بيسموها انتخابات النصفيه. ليه نصفيه؟ لان في نصف فتره الرئيس الكونجرس ما الكونجرس والشيوخ ففي نصف مده الرئيس فبيعمل انتخابات. طبعا الانتخابات دي نتيجتها ان ترامب فقد فيها الاغلبيه في الكونجرس ولكن الشيوخ ما كان موجود. طبعا ناس كتير قعدت تحلل انا بقول لحضرتك هنا النهارده هذا التغيير النصفي لن يؤثر على مصر، ومصر هتبقى مسيطره او لها مكانتها في امريكا بنفس الموضوع، لان ناس كتير قالت لا وهيأثروا علينا لا انا بقول لحضرتك لا. تمام. نيجي بقى لاهم نقطه في لقائنا. سياستهم معانا. لا مش معانا، هم مقتنعين ان مصر هي العمود الرئيسي في المنطقة حاليا. سواء الأربع نقاط في أمريكا، عندك البيت الأبيض الوايت هاوس اللي هو الرئيس الدفاع، وبعدين عندك اللي هو كمان الكونجرس، وبعدين عندك البنتاغون وزارة الدفاع، وفي الآخر السي اي اي. دول الأربع جهات اللي بيشكلوا السياسة الخارجية الأمريكية. خش بقى على أهم نقطة في لقائنا النهاردة. النقطة المهمة قوي، هل في متغيرات في أمريكا ناحيتنا ولا لأ؟ وإزاي وإمتى؟ دي محتاجة نقراها من الأول. نقراها من الأول. من بدري شوية. من بدري. عندك إن أوباما كانت فترة. من وعندنا ترامب لما جه. النهاردة هنعرض على السادة المشاهدين حاجة جديدة ما اتعرضتش قبل كده. في شهر مايو 2011. يعني بعد 25 يناير بأربعة أشهر. خد بالك. بعد 25 يناير 2011 بأربعة أشهر عقد مؤتمر عن الحرية والدروس المستفادة من أحداث الربيع العربي في الشرق الأوسط. مين اللي حضره؟ الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن. في فين؟ في مركز جورج دبليو بوش في واشنطن العاصمة. مين اللي أدارت الحوار؟ كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق، ليتني أطلعها عشان نفتكر صورتها. هو ما افتكرهاش حتى، ما مش عارفين نفتكرها دي. لا دي مهمة. لا انا بضحك طبعا. شاهد اثبات النهارده. شاهد اثبات. استاذة جامعية مربوطة. استاذة جامعية طبعا يعني. بتدرس النهارده في جامعة ستانفورد. اولا دي بتعتبر تاني وزيرة بلاك سوداء في الخارجية. اول واحد كان كولين باول. كان وزير اسود، ثم هي جت بعديه. فهي دايما هي التانية، ما تفهمش ليه. وبعدين تاني وزيرة خارجية سيدة. بعد مادلين اوبرايت، يعني مادلين اوبرايت كانت اول سيده وهي كانت ثاني سيده.